أول حاجة أنا لسه محددتش واحدة واحدة. الفيشة بتاعت الكهرباء، هل هي الزرقاء دي ولا إيه؟ وبعدين أنا بقيس جبتها على التيار المتغير، ماشي تمام. المفروض إديني 220 ولا إيه، بس أنا مش موصل لها كهرباء. فالمفروض أبدأ من الفيشة بتاعت اللي بتدخل كهرباء للبوردة، وبعدين أمشي معاها. طب العطل ايه؟ العطل ايه؟ باور صح؟ أول حاجة لما بنيجي نبدأ كمبتدئ تيجي تبدأ تشتغل، العطل باور خلاص. بتحدد نوع الباور بتاعك ايه؟ بتحدد نوع الباور، هل هو سويتش لينك، سويتش مود، سنتر تاب؟ واضح طبعا ان دي سنتر تاب، حتى من الغسالة بتتفتح فوق، فدي سنتر تاب شغالة بإيه؟ بالترانزستور، شغالة بترانسفورمر. ركز بس بس، بتحدد ايه بقى؟ بتحدد هنا ال 220 عشان تبدأ من خلالها تبدأ تحلل العطل، مظبوط؟ طيب دي أول حاجة. أول حاجة أنا معايا الدايرة هنا اسمها إيه؟ دايرة سنتر تاب. سنتر تاب. طيب سنتر تاب الناس دي شغالة إزاي؟ زي ما إحنا شرحنا في دايرة السنتر تاب، إن الملف الابتدائي بتاع الترانسفورمر، الدخل بتاعه هو دخل الايه، الملف الابتدائي. يعني انت سوكت ال 220 اللي هيدخل على على الباور هنا هو السوكت بتاع ايه؟ بتاع الملف بتاع الابتدائي. يعني ايه؟ تعال هنا واحدة واحدة في الدايرة دي 220. لو انت لاحظت هنا ان السوكت ده بتاع الترانسفورمر هو دخل الملف الابتدائي بتاع الجهاز. يعني ايه؟ 220 بقى. يعني الطرف ال 220 توازي مع ايه؟ مع الملف. يعني لما تيجي تقيس الطرف ال 220 هيديك الاوم بتاع الملف، اللي احنا قلنا الملفات الابتدائي بتبدأ من 100 اوم لحد 2.5 كيلو. حلو. طيب خلينا بقى نشتغل عملي. هنيجي هنا، هنيجي عندك انت اهو، عندك انت، احنا عندنا هنا كام سوكت؟ ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. طيب المنطقة دي مستحيل يبقى فيها ال 220، لان المنطقة دي قريبة من الترياكات، قريبة من الترياكات بتاع دوائر التنفيذ. طيب يبقى احنا هنلعب هنا في السوكت ده، في السوكت ده هو اقرب سوكت ليهم. في ناس كتير قوي بتحدد، بتقول لك لو في فيرستور في الدايرة فهو داخل ال 220. الفيرستور اهو، تمام، بس انا مش هخليك تحفظها بالفيرستور، لان ممكن تلاقي فيه فيرستور في الدايره تاني. طيب هنحفظها ازاي؟ اول حاجه ده مكان الليفل، ده مكان الليفل وش، هو سوكت بيبقى مهندم كده شويه وبتلاقيه ثلاثه طرف، تمام. طيب الطرف ده بتاع الماء السخن، مش عارف ده بتاع الماء السخن برضو، مش عارف. الطرف ده وطرف من الاثنين دول هم بتوع ال 220. طيب لو الترانسفورمر من جوه مش بايظ، الطرفين دول او طرف من ده مع طرف من ده او طرف من ده مع طرف من ده او الطرفين دول هيديك الاوم بتاع الابتدائي، اللي هو لو جيت للرسم هنا المفروض السوكت ال 220 لو مشيت معاه توازي هتلاقيه رايح فين؟ للملف الابتدائي، فده هيديك الاوم بتاع الملف الابتدائي. فلما تقيسه يديك من 100 اوم او ال 2.5 كيلو، يبقى انت ترانس عندك جوه سليم، يبقى ده دخل الكهرباء. لما عايز تشغل بقى البورده هتشغلها ايه؟ تدي هنا 220. وصلت؟ قيس بقى، ابدا قيس. هنبدا نجيب الافو كده. انت فهمتها؟ فهمت كلامي؟ ماشي. هنجيب الافو كده اهو، واحده واحده. اقيس على 600 اوم مظبوط؟ لا، هنعلي بقى الرينج نخليه 6 كيلو، لان انت عندك اخر ماكسيمم اخر حاجه 2.5 كيلو، يعني اقصى ترانس ممكن يديك 2.5 كيلو. هنبدا نقيس، هناخد الاثنين دول مره مع بعض، مره ده مع ده، مره ده مع ده. ما ادكش قياس يبقى ترانسفورمر بتاعك ايه؟ في مشكله. هنعلي الرينج تاني. مفيش صح؟ في الحاله دي بقى هتضطر تفتح الايه؟ البورده. على الترانسفورمر. يا تفتحها من تحت يا تفتحها زي ما انا فاتحها كده. تمام. ابدا بقى قيس الترانسفورمر نفسه. انا 60 كيلو. ايه
اوبن اوبن صح. طيب معلش هنجيب بس الافو كده هنا. ابدا هندسه اوبن صح. طيب انت ثانيه واحده ده الترانس بتاعك صح، هناخد ده مره مع هنا ومره مع هنا. اصبر بقى ثانيه الكاميرا بس تجيبها. حلو 1.5 ايه كيلو، انهي طرفين اللي ادوا 1.5 كيلو دولت صح اهو، ادوا كام 1.5 كيلو صح، اللي هم يعني الطرفين الاثنين دول. طيب الطرف الثالث ده شوفوا كده واصل بسوكت من السوكتات ولا لا. واصل بسوكت طبعا وصل. معلش بسوكت. امشي معاه بيز لاين كده اهو. حلو لف اللي هو السوكت ده يبقى ده طرف من 220. حلو تمام. طيب يبقى الطرف الثاني بص لو انت ركزتوا هنا يا جدعان، يعني بص لو انتوا ركزتوا هنا ده ترانس، الترانس هنا واخد نحاس اهو، ده هنا مش متصل بحاجه وده واخد نحاس، يعني لما الباشمهندس جه قاس الاثنين دول ادوا له 1.5 كيلو. طيب وده هنا نحاس، يبقى ده وده فيوز، يبقى الطرف ده بيعدي هنا للكهرباء لده لان الاثنين دول اصلا الملف، وده هنا الطرف ده بده فيوز داخلي جوه ترانسفورمر. جميل حلو وصلت. طيب معلش قيس بقى الترانس ده، قيس الطرف ده شوفوا فعلا واصل بأنهي كابل هنا فيهم. اعمل له متابعة يعني. امشي امشي يعني اضرب هنا بيز لاين. ضربت هنا لا لامس كويس صح. امشي بقى ورا الخط ده مظبوط كده صح. امشي واصل هنا، ده هنا ايه شوف ده هنا ايه كسر سيراميك. ركز قصدك الفيوز ده؟ ده هنا فيوز ده قبل المكثف السيراميكي، الفيوز ده قبل المكثف السيراميكي فيوز ده بقى المكثف. ماشي سيبك منه ده الفيوز. حلو ربع بين الناحية التانية عدي بقى الفيوز ده، قيس الفيوز يعني لو قست الفيوز من هنا لهنا صح؟ ايوه هتلاقيه واصل بالطرف اللي هو البني اللي انا حاطط عليه سلك البني ده، يبقى ايوه لا هنا بعدين قسته. ماشي شوفوا بقى ايه ده السوكت ايه ده؟ اقلب ده السوكت ال ماشي اقلب وريني على الكاميرا ده بس. السوكت يبقى الاثنين دول هما 220. تاني اقلب تاني معلش، يبقى هنمشي ورا التراك ده ورا الخط ده هنلاقيه واصل هنا، واصل طبعا بمكثف وفي ريستور واصلين هنا. لو هنلاقي ان ده نو كونكت يعني ده مش متصل بحاجه اهو، ده واخد تراك يعني واخد لاين نحاس اهو، وده واخد لاين نحاس، ده ما فوق مش واصل بحاجه خالص. لما باشمهندس قاس من هنا لهنا اداله ايه اوم الملف، فاصبح ان المفروض ان الكهرباء تخش من هنا تعدي تنط تعدي هنا، فيبقى هنا في فيوز قاطع التراك بتاعه اهو، يبقى هنا سوكت الكهرباء. ولو مشيت ورا ده هتلاقي في فيوز تاني خارجي اهو، فيوز هنا خارجي هنعديه اللي هو الفيوز ده، هنخش هنا هنلاقي ان الطرف الازرق والبني ده هو ال 220. يبقى انا لو حطيت ال 220 دول من بره لازم 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 اشعر الفيوز ده. تعالى بقى نشعر.
وصلت. يبقى العطل بتاع البوردة دي العطل بتاعها ايه؟ fuse. ان فيوز قاطع. وبالمرة برضو قدرنا نحدد الطرفين بتوع 220 عشان نبقى نقصها بشكل احسن من كده. طيب هنقلب بقى. اقلب البوردة. بس قيس بقى، ارجع قيس تاني التراكات زي ما حضرتك كده على الفولت. لا احنا هنقيس اوم بقى الاول، هنتاكد التراك. هنبدا نقيس نحدد ال 220 فين. برافو عليك. بس الاثنين دول هما اللي ايه الدخل بتاع ال 220. جميل. لو احنا عايزين نطمن، عايزين نطمن ان ال 220 مفهومش حاجه، يعني ايه؟ يعني الملف الابتدائي بتاع البورده ما فيهوش حاجه. تعال بقى نوصل في الكهرباء. هنوصلها حتى من فوق عادي، هنتاكد بس انها اشتغلت وخلاص. يلا ليه هنعمل البورده كده. كان جميل. انت حضرتك حضرت حددت دول صح؟ تمام. طيب هنحط الفيشه كده هنا في الكهرباء في السيريال. ماشي اهي، حطيناها في السيريا. هنبدأ نحط مكان الملف، ندوس ستارت. لسه مش لقطة. تمام، نورت اهي زي الفرن. تمام، بس احنا كده صلحنا البوردة بشكل كويس. هي اهم حاجة في المحاضرة دي ان انت تحدد فين ال 220 بتوع السنتر تاب. سهلين جدا، مفهومش اي ايه اي مشكلة. واضحة بأمانة؟ تمام. طيب هنقفل.